المركز الخامس شعار بالرميلة حضر مع الشاهينية عبد الله بن سالم بالرميلة العامري تهانينا والناموس لجميع الفائزين والعودة إلى التوقيت الزمني 12 دقيقة 43 ثانية جزئين اثنين من الثانية كانت لحظة وصول الطيارة وانتزاعها على ناموس الشوط بشعار سعادة حميد بن سعيد النيادي تهانينا والف مبروك. المركز الثاني بشوف اللي على المركز الثاني الشرود و12 دقيقة 46 ثانية تسعة أجزاء من الثانية بشعار المجازف محمد بن عتيق وزيتون المهيري والمركز الثالث لحظة الانطلاقة والوصول من هملولة بشعار علي بن عبيد بن رشيد الكتبي وتوقيتها الزمني لحظة وصولها 12 دقيقة 53 ثانية ثمان أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للجميع. التواصل مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام أعلنت انطلاقة سادس أشواط هذا اليوم والشوط السادس الخاص بالحول المهجنات الأصايل 8 كيلومترات هي الحاضرة المسافة المقررة في هذا الصباح المميز والجميل السادس من شهر نوفمبر لعام 2021 للميلاد مباشرة نسير إلى مقدمة هذا الشوط لنتعرف على هذه الأسماء القوية والمشاركة في هذا الصباح. هذه هي مهمة علي بن عبيد بن رشيد الكتبي يتواجد شعار أبو عبد الله على الصدارة على المقدمة الأولى. من قدم لنا الهاتف في يوم الأمس يقدم لنا أيضا مهمة في هذا الشوط وفي هذه الانطلاقة القوية بينما المركز الثاني يتواصل مع هوايل أو الجذاب هناك محمد بن عتيج بن زيتون المهيري نقلة مباشرة إلى المركز الثالث وصلت شامة في هذه اللحظات بشعار أيضا سعادة أحمد بسلطان الحلامي يتقدم مرحبا بالحلامي وشعاره مع هذه الانطلاقة ومع هذه التحديات الكبيرة. هناك الشايبة اللي غيرت على الصدارة الشايبة لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري بينما شامة اللي في المركز الثاني سعادة أحمد وسلطان الحلامي نقلة للمركز الثالث. الوصول من أعياد سيف بن علي بن كليب الكتبي والمركز الرابع الوصول من عاشق السلالة الشاهينية مع حفلة خليفة بسلطان بن رشيد السويدي يقدم أيضا حفلة بينما مهمة خذت المركز الخامس لعلي بن عبيد بن رشيد الكتبي خذ المركز الخامس والمركز السادس. هناك القدوم من هذه الناوية حمد بن محمد بن فهيد العجمي وصل أيضا ويقدم لنا هذه الانطلاقة مع الناوية في هذا الشوط وفي هذه الاندفاعات المميزة بينما الوصول هناك والدخول من خلال الشاهينية خليفة بسلطان بن رشيد السويدي وأيضا دخول آخر من خلال تواجد الجذابة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري وصل مع الجذابة والوصول الآخر من هوايل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بينما الاسم القادم هذه طلب لمحمد بن علي بن حليس العفاري تطلب المركز الأول بأداء جميل وبشكل أنيق تأتي في هذه المنافسة القوية وفي هذا التحدي المثير بينما حرير وصلت الحمد بن غانب سلطان الهديفي يقدم لنا حرير في هذه الانطلاقة وهناك أيضا هملولة لطويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري وصل يقدم لنا هملولة في هذه الانطلاقة القوية والعملاقة ولكن وين الصدارة؟ وين المركز الأول ومقدمة هذا الشوط الشايبة اللي على الصدارة لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري بينما يتقدم هناك المجازف وبمعية أيضا يأتي مع شعار شامة سعادة أحمد وسلطان الحلامي النجمة الزرقاء من تتجول أيضا في صدارة هذا الشوط لتبحث أيضا عن الفوز والانتصار كما عود هذا الشعار شعار
الحلامي، ولكن هنا الوصول، هنا الدخول، هنا الله يا بن كليب يقدم لنا انطلاقة أعياد. سيب بن علي بن كليب الكتبي يقدم لنا أيضا هناك هذه الانطلاقة وهذا التحدي المثير مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات أيضا المميزة والجميلة والرائعة. هذه الثلاث المراكز الأولى، الثلاث المراكز المتقدمة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، يأتي مع هذه الانطلاقة. هذه نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى، ناخذ المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع، الوصول والدخول في رابع المراكز هناك من خلال هذه الانطلاقات ومن خلال هذه التحديات. أيضا من وصل في المركز الرابع، من وصل في هذه الانطلاقة المميزة والجميلة، ما شاء الله، هذه حفلة، حفلة وصلت في هذه اللحظات. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا حفلة، يقدم لنا حفلة في هذا الأداء المتميز وفي هذه الانطلاقة. ما شاء الله، وصلت مهمة، وصلت مهمة. بن رشيد يقدم لنا مهمة. أيضا علي بن عبيد بن رشيد الكتبي شعار أبو عبد الله يتقدم، ولكن هناك الناوية حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي وصل ليقدم لنا هذه الانطلاقة ويقدم لنا هذا الأداء المتميز والجميل للغاية. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا لهذه الأسماء القوية والعملاقة في هذا الشوط، في هذا الشوط وفي هذا التحدي الجميل للغاية مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هناك ناتي مع هذه الأسماء، وصلت هملولة، تدخلت هملولة، وصل أيضا هناك مع هملولة طويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري، ولكن طلب محمد بن علي بن حليس العفاري يقدم لنا طلب حرير، وصلت حرير، حرير. أيضا تقدمت الحمد بن غانم بن سلطان الهديفي، ولكن بن زيتون يقدم لنا نوع نوعيات جميلة مع الجذابة محمد بن عتيق بن زيتون. وصلت الضبي، وصلت الضبي، تقدم سيب بن علي بن كليب مع الضبي في هذه الانطلاقة والوصول من هوايل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما الاسم القادم شواهين خليفة بن محمد بن لويع الخيالي وصل ليقدم لنا هذه الانطلاقة ويقدم لنا هذه النجومية الكبيرة. ما شاء الله، هكذا نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الثلاثية. يا هو من منظر يا حسين السيد، شوف هذا المنظر، الثلاث المراكز الأولى، الثلاث المراكز الأولى، الثلاث المراكز الأولى في منافسة قوية وفي أداء جميل وعرض رائع أيضا وممتاز بقيادة أعياد، بقيادة أعياد لسيب بن علي بن كليب الكتبي يقدم لنا أعياد. هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، المركز الثاني شايبة لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وصل الحلامي، وصل الحلامي ليقدم لنا شامة، ليقدم لنا شامة أيضا في هذه الانطلاقة. سعادة أحمد وسلطان الحلامي يأتي مع هذه الانطلاقة ومع شامة ومع انطلاقة شامة. هذا شعار موج، شعار موج، أحد الأسماء القوية في عالم الرموز وفي عالم السرعة الكبيرة. السنة يا الحلامي إن شاء الله موج أيضا بإنجازاته الكبيرة، سوف نشاهد منه أيضا الإنجازات في هذا الموسم كما سجل إنجازات في المواسم أيضا الماضية. وهذه شامة أيضا لا يستهان بها لأنها تحمل شعار الحلامي، خذت المركز الثاني في منافسة قوية مع أعياد ومع الشايبة. المركز الرابع، وصلت هملولة لطويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري يقدم لنا هملولة، هملولة، ولكن الناوية، الناوية، ناوية اليوم على انتصار. حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي وبن زيتون، بن زيتون يقدم أيضا هناك من خلال تواجد الجذابة وهوايل. أيضا يأتي على المركز السابع أو السادس والسابع الضبي، وصل بن كليب، والضبي أحد الأسماء القوية مع بن كليب، أحد
الأسماء الرنانة مع بن كليب بالفعل يقدم لنا اسم خطير، اسم خطير ومميز في هذا الصباح الجميل. ولكن الوصول من طلب محمد بن علي بن حليس العفاري، وهنا الاسم الجديد وصلت لافندر، وصلت لافندر محمد بن زايد بخلفان المنصوري يتقدم شعاري بو زايد، ولكن الحذرة حذاري من الحذرة. هني الأسماء القوية ما شاء الله، طلع المتخبي وبدأت الأسماء تظهر. الحذرة خليفة بن سلطان بن رشيد، شوفوا القدوم الآخر، الله مرموقة مرموقة وصلت لسعاد حميد بن سعيد النيادي، أيضا يقدم لنا هذه النوعيات الفاخرة. شوفوا يا لها من أسماء، تاريخ كبير يتحدث عن هذا الشوط، عن الأسماء اللي في هذا الشوط، عن الأسماء التي سجلت إنجازات في هذا الشوط. ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط وصدارة هذا الشوط، هذه أعياد، أعياد سيف بن علي بن كليب الاكتبي. وهناك أيضا شامة سعادة أحمد وسلطان الحلامي، الحلامي يتقدم بفارق بسيط. أيضا هناك الكيلو المثير، الكيلو الأخير، الكيلو المثير، التمت الذلل، المهجنات الأصايل، وصلت هملولة، وصلت هملولة. طويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري يقدم لنا هملولة، بن زيتون وأيضا بن رشيد عاشق السلالة الشاهينية، وبن بيشان والاتحادي قادمين للمنافسة. تجمع جميل لاستعداد للانطلاقة إلى خط النهاية. ما شاء الله، تحفظ كبير من الملاك في هذا الشوط. ولكن شامة، شامة، شامة على الصدارة، شامة على المركز الأول. سعادة أحمد وسلطان الحلامي وصلت مرموقة، وصلت مرموقة لتظهر بالمكان المرموق. سعادة أحمد، سعادة حميد بن سعيد النيادي يقدم لنا مرموقة، ولكن هناك الحذرة، هذه الخطيرة، الحذرة من الزاوية الأخرى. خليفة بن سلطان بن رشيد، بن رشيد السويدي، السويدي الأربعمية متر الأخيرة، الأربعمية متر المثيرة، الله يا مرموقة، غيرت مرموقة وخذت المركز الأول. الاتحادي، الاتحادي، الاتحادي على الصدارة، على المركز الأول، على مقدمة هذا الشوط. يتقدم سعادة حميد بن سعيد النيادي على المركز الأول، على مقدمة هذا الشوط. الله 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 الله، يا لها من أسماء. ولكن مرموقة والحذرة، مرموقة والحذرة والناوية، وصل بن درويش، شود سعيد بن حمد وسلطان بن درويش، ولكن مرموقة، مرموقة على الصدارة، مرموقة على المركز الأول. تهانينا لسعاد حميد بن سعيد النيادي، تهانينا على هذا الفوز، وتهانينا لسعيد بن عامر النيادي على فوز مرموقة والطيارة بهذا الصباح الجميل وبهذه المتابعة المباركة في هذا الصباح. هكذا المركز الثاني، الحذرة خليفة بن سلطان بن رشيد السويد المركز الثالث، وصلت شودة سعيد بن حمد وسلطان بن درويش المنصوري المركز الرابع، وصلت المركز الرابع الناوية حمد بن محمد وفهيد بن بيشال العجمي. المركز الخامس كان دخول من حرير حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. نعود بالتوقيت الزمني حيث قطعت المسافة مرموقة، مرموقة. تهانينا لسعادة حميد بن سعيد النيادي. هناك 12 دقيقة 43 وخمس أجزاء من الثانية، النقطة الثانية على التوالي. هنا تهانينا والناموس، شكرا عبيد بن غدير على هذا الأداء المتميز. بينما الحذرة اللي احتلت المركز الثاني 12 43 تسعة أجزاء من الثانية، تهانينا الخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من قدم أيضا الحذرة، والحذرة أيضا ترقبوا مفاجآتها في جائزة زايد الكبرى بإذن الله تعالى. بينما شودة اللي وصلت لسعيد بن حمد وسلطان بن درويش المنصوري فاجأتنا في الأمتار الأخيرة، وتدخلت أيضا بعرض رائع وجميل لتنتزع المركز الثالث وتقطع مسافة السباق. هنا مشاهدي الأعزاء 12 دقيقة 44 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا والناموس للجميع، تهانينا لمالك مرموقة، تهانينا أيضا لسعد حميد بن سعيد النيادي على فوز الطيار ومرموقة في هذا الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم نحييكم مرة أخرى مع